السلام عليكم شباب. طبعا هذا المقطع الفيديو على مود الجير مال الكيا اوبتيما. اكو شباب يقولون، يعني بعض الشباب يقولون جيرين، جير عادي وجير اوتوماتيك. هو بصورة عامة هو جير اوتوماتيك، يعني الجير عادي هذاك ابو الكليتش وهنا يصير 1 2 3 4، هذا كله جير اوتوماتيك. بس شنو رياضي وعادي، يعني رياضي وطبيعي، غير طبيعي هو ينمر واحد عادي. وهذا ايه هسه احنا ايش راح نسوي؟ راح نعلمكم، نشرح لكم شلون من نخليه على رياضي، شلون ينمر واحد بدال ما انت تحرك. اكو شباب يقول لك الا ايش تقدم الجير اللي قدام الا ينمر، يعني هسه انتبه عليه، مو تخليته هيك ترجعه الجير الرياضي هو مو العادي، تسوي له هيك الا ينمر. لا هو بدون ما تحركه اي حركه، شوف هسه هناش طلع عندنا واحد، اذا نحركه هيك يصير 2، فاحنا بدال لا نحركه ولا ان اي شغل بيه، مجرد بس ندوس بنزين، مجرد بس ندوس بنزين الرون من يصير 6 هو واحد ينمر. شوف هسه ب 12، شوف نمر واحد، لان ايدي لازم بيها ستيرن وايد لازم بيها الكاميرا. شوف صار 3، هذا يفيد اذا واحد يريد يقارح لو يا واحد يخلي على هذا الجير وبعد يتركه مع اليبي هو وحده ينمر. هذا الشارع وهاي التريلا استدارة عندنا شوية، هو من يصير 6 انتبه على الرون، من يصير 6 انتبه على الرون العدال، من يصير 6 وحده ينمر. هاي الخامس بعد نمره ترى، بس الشارع بصراحه ما يشيل السياره، لان الشارع مو يعني مو الواحد يمشي ب 200 او 210 اللي يشيل السياره. هاي النمره السادسه، شوف على مود تتاكدون انه تقدر تنمر بايدك. صراحه نمر بايدي، هاي السادسه، شوف نمر سادس. اذا تريد يعجبك مثلا هسه شوف مو بقى وين بقى على السادس، فريد تطارح النوب مثلا، ريد تشلع بالسياره النوب ترجع منها هيك، شوف رجع للرابع للثالث والدوس له، وهو من يوصل 6 وحده، شوف وصل 6 وحده ياخذ النمره اللي وراها مثلا 3 4 5. طبعا انا مشغل تبريد السيارة، طحن هسه المحرك صغير 2000، بس تستاهلون نادي اوبتيما، وان شاء الله الشرح يعجبكم. واللي ما يعجب الشرح لا يعلق، مثل ذيك المرة واحد علق غثني بصراحة. اي هسه شوف انا بعدها على العادي مخليه، رجع للنمرة رقم 1 وحدة اوتوماتيك لين وقفت السيارة. بس يوصل 6، بس يوصل للستة يصير 6000 دورة بدقيقة اوتوماتيكيا وحدة ينمر، ما يحتاج. ان شاء الله الشرح يعجبكم. تحياتي حسن الامسيباوي، خدمتكم.